ما حكم الاعتداء بالدعاء على من ظلمني؟ الاعتداء بالدعاء ما يجوز، لكن إن كانت تقول الدعاء على من ظلمني يجوز. لكن عندنا مشكلة، هي الأخت الآن تثيرها جزاها الله خير، ويبدو أنها فاهمة. يعني واحد، وخصوصا عند النساء، واحدة قالت فلانة تقول سدى، قامت هذه تدعي عليها، الله يجعلها تشوفها في عيالها، الله يجعلهم تحت كفر، الله ينزل بهم سيارة لين يروحون. يا إخواني، هذا حسد في تحتميها، ولا ادعي عليها بدعوة تقابل الحسد هذي؟ وش ذنب عيالها مساكين يموتون؟ وش ذنبهم ينزل بهم السيارة ينفجع بهم الكفر؟ هذا يا إخواني والله من الظلم، من الظلم. ولذلك بعض الناس طبعه مؤذي مؤذي، يعني إذا أخطأ الناس عليه خطأ بسيط رد عليه بأكبر. ورب العالمين يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل. هذا رأي يحطون مثل 20 مرة، ويتعدون إلى ناس أبرياء تدعو على عيالها وعلى أهلها وعلى قواتها، جعلني أشوفهم فيهم كلهم، جعلني أسود. أعوذ بالله، هذا من الظلم يا إخواني. ولا يفلح والله الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. نعم.